السلام عليكم ليكيب، شنو تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة إلى هذا لاميزان جور. اليوم بدينا نصوروا شوية روتار، إن شاء الله في الفيديو يلحق في الوقت بركة. الساعة راهي قريب 4:30، بدينا نصوروا الليكرات من ني درب الفدار ورا درك انا نعديو الجوله تاعنا، نعديو حتى للسي سي اف ميسيون تاعنا الاولى. ورا ليكيب كالعاده ان شاء الله تعجبكم الجوله ولا ما نعرف واش كاين في الراديو. نروحوش سي سي اف ديريكت، نقصو على زيلا قصاي طويلة شوية، ثم نروحو سي سي اف من لورا.
انتم دائما تواصلون العمل، بعد 59 سنه من الاستقلال، بعد 65 سنه من بدء الثوره، ما زلتم تؤدي اخواننا من خلال المحافظه على هذا القرار. اسمع، المهام التي تقوم بها المصلحة على مستوى المديرية هي جمع ونحن نعلم، خاصة ونحن نعلم أن ولاية عمابة تفتقر إلى مذهب المجاهد. تعمل المصلحة على جمع كل المخلفات المتحفية للثورة التحريرية من وثائق، تقوم بتسليمها لعائلات شهداء المجاهدين من خلفيتها وقت الثورة، أجهزة، صور، وثائق، تقوم المصلحة بتسليمها إضافة استمر الشخص سابقا إلى تسجيل شهادات صحية وحفظها على مستوى المصلحة. كذلك نقوم بتخليل كل الأيام والأعياد الوطنية ونقرأ استشهاد شهداء الرموز، نقوم بإحياء هذه الذكريات عن طريق محاضرات وخدمة السيرة الوظيفية لهؤلاء الشهداء. كذلك أحداث ومعارك، مثل قمنا مؤخرا بتخليد ذكرى معركة الجسر الأبيض في 14 أكتوبر بمنزل الأخوة كايل على الجسر الأبيض. الشهادات التي تتحقق حتى لا تعلى عليها الاجيال في المستقبل. سيدي سمر رابط يا سيدي، لفت كثير انتباهي كتدخل سيدي سلام عليك. نشكرك ولايه عمان، هل سيكون بيننا ولايه عمان؟ هو سوف نحكي بها ولايه عمان وكان مشروع مع الناس على مستوى ميزانيه اخرى على مستوى بلديه عنابه. احنا ان شاء الله قلنا انه ربعه الجنود هو العمليه المشروع باش نقدروا نجسدوها. القضيه يعني راح يتم التنسيق يعني مع مصالح القطاعات ما كان يعني لا خرجنا على الماجستيك نروحوا الدورة هادية تاع لاكناب، نخرجوا على السي سي اف. ليكيب جبنا المكتوب، احنا في فالماسكور وانا رودار خلاع ذلك الدنيا مغرب راهو فات. الفيديو بيظهر يوصل في الوقت، هادشي نشوفو كيفاه نتاك نشوف الكاشبوط وتاع تجيزي باه نوصلو الفيديو في الوقت. نديرو دورة الكورنيش صرنا جيت شابي. هكذا جمع الفنان الحج بربعة في بعض المعارك الشام حول المعارك والبطولات في شرق الجزائر، من جبال سبهرات إلى جبال الإدوغ وصيدي إلى جبال بن صالح. هكذا غنى بربعة يصف أهم المعارك في هذه المناطق وأهم قائديها.
خلال بقاء حد تغني للمجاهد للجندي وتصفه بالجندي خويا وتحذره من غدر فرنسا وهو حامل سلاحه يكافح ظلمها. إذن في كل مناطق الجزائر صدحت الأصوات تمجد البطولات وتمجد مجاهدينا وشهدائنا بكل اللهجات وتصف حالات أو حالة المجاهدين أثناء مكافحتهم للاستعمار الفرنسي وهم بكل قوة وبكل شجاعة يواجهون الموت وعلى أمل أن تعيش الجزائر وتستقل. فكان هذا هو الهدف الذي تحقق في الأخير رغم المعاناة. Hey!
إخواني لا تنسوا شهداءكم في تحول الحياة البلاد. في الدموع والدماء دوراكم أرضنا والصفار عليكم. صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا إلهي. رجعنا عنواننا نحيا شعارنا حرية حياتنا نحيا الوطن. في الوطن في أول الكرسي لا تطلع فيها يعيش الهوان. رجعنا عنواننا نحيا شعارنا حرية حياتنا نحيا الوطن. كيف احنا هنا في ترانسفورماتور قاعدين على شبي قاعدين على سيفييد قاعدين على سينكلو هنا في ترانسفورماتور سيكيلاسيون يغير نصور بركة جوز باش نكملو الجولة تاعنا غير اليوم روطار الحكاية. Thank you.
مشكينا درنا كل عمل تصب لهم كبيرة دوك نعرفوا مش والله نعرفوا يرو قار مش مخدومين تصب لهم مش بالبيعبة تطرق في الدنيا كل يرو قار كاننا مقفونا ما يجيوا ينطفوهم يخدموهم ما كان حتى لا يمكن الوالي كينا شبينا ونفع ربي إن شاء الله توصل أخويا وربحوا يشوفونا إن شاء الله يا رب إن شاء الله يسمعونا ويشوفونا يشوفونا في كل شيء. الانتخابات المحلية 27 نوفمبر 2021. تطلعات استكمال البناء المؤسساتي هو الحصن المنيع للحفاظ على الوحدة. أكيد هنا في ماجستيك انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية 27 نوفمبر 2021. تريد التغيير؟ أبصم واتمم البناء المؤسساتي. أمجاد على خطى الأجداد، الجزائر تحيي الذكرى 67 لاندلاع ثورة نوفمبر. وفائنا للشهداء وانتمائنا لهذه الأرض المباركة. وزير المجاهدين يدعو إلى ضرورة التمسك بقيم ومبادئ الثورة التحريرية وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية. في احتفالية نوفمبر توزيع 90,000 سكن في مختلف الصيغ وإعادة دفن رفاة الشهداء. التحضير لإطلاق أشغال أعصاب تلفريك عنبة في مرحلة الأولى. كانت هذه العناوين مستمعي الأكارم أينما كنتم، أهلا بكم إلى التفاصيل. يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يتناول أيضا مسائل ذات صلة بالاهتمامات اليومية للمواطن. عشية الذكرى 67 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تهنئة للشعب الجزائري كتب فيها: نحتفي هذا الاثنين بعيد الثورة المجيدة 67، فيعود نوفمبر مجددا فينا عهد الوفاء للشهداء ومرسخا فينا الوجدان وشرف الانتماء لهذه الأرض المباركة التي أبت عبر التاريخ إلا أن تكون حرة أبية. تحيي الجزائر إذن غدا الذكرى 67 لاندلاع ثورة نوفمبر التي تعد محطة فاصلة في تاريخ الجزائر المجيدة. وبالمناسبة أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد بيغا أن رئيس الجمهورية أعطى للذاكرة الوطنية حقها ومكانتها، وكان حريصا على أن الجزائر الكبيرة بتاريخها وبرجالها الوطنيين المخلصين. وزير المجاهدين أكد أيضا أن الجزائر متشبثة بمطالبها المتعلقة بالذات الوطن. وزير السكن محمد طارق بالعيبية تحدث: مشينا في توزيع سكنات مؤخرا في 5 جويلية 100,000 وحده سكنيه، بعدها مشينا في التحضير للتوزيع السكني تاع 1 نوفمبر، وصلنا اليوم الى 90,000 وحده سكنيه، يعني رقم ضخم جدا. نعطي امثله: الجلفه 7,000 وحده سكنيه، الغواط 4,000 وحده سكنيه، تلمسان 1,100 وحده سكنيه، المرقله اللي تقريبا ثاني 1,000 وحده سكنيه. كل الولايات يعني عندها الحصه تاعها من توزيع 90,000 وحدة سكنية. وبولاية عنبة يتضمن البرنامج توزيع 3,380 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، أنجزت بالمدينة الجديدة مصطفى بن عودة، لتتبع بعدها بعمليات أخرى لتوزيع 7,000 سكن في مختلف الصيغ. ولعنبة جمال الدين بريمي متحدثا في هذا التصريح للتلفزيون العمومية الجزائري:
اليوم نشرف على الفتشات الأخيرة في توزيع المفاتيح المساكن اللي مستحقيها. العملية إذا نشرف عليها غدا بمعية السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين، حيث راح تمس يعني 3380 عائلة إن شاء الله بصيغة البيع بالإيجار. برنامج بليت عنب هو 19000 وحدة سكنية في هذه الصيغة، وزعت منها تقريبا 5000، راح نوزع 3000 يعني غدا. ما شاء الله في آخر سنة نزيد نوزع 3000 أخرى. وفي إطار يعني السكن الاجتماعي الإيجاري وضعنا تحت تصرف رسائل لجان الدوائر حصة معتبرة فيها 7000 وحدة سكنية، راح توزع بعد إن شاء الله أول نوفمبر إلى آخر سنة، يعني بالمجموع يعني 10000 سكن على مستوى ولاية عنب. الذكرى 67 من ثورة نوفمبر المجيدة تحقيق ولاية عنابة ببرنامج احتفالي مميز يتضمن ندوات تاريخية ومعارض واستعراضات فنية وفولكلورية بحضور الأسرة الثورية. كما ستكون الفرصة السامحة لإعادة دفن رفات بعض الشهداء ضمن الحملة الوطنية لوزارة المجاهدين. مدير المجاهدين بولاية عنابة أسامة مرابط للرياض. ولاية عنابة كانت سباقة في عملية إعادة دفن رفات الشهداء للكبرى، يعني كنا قمنا في 25 جوليا بإعادة دفن رفات الشهيد حسين محمد، وستستمر عملية إحصاء شهداء المدفونين يعني سواء من خارج مقابر الشهداء ولا الشهداء المفقودين بالتنسيق مع منظمة المجاهدين في ولاية عنابة. في الوقت الحالي كان طلبين تعاد دفن رفات شهداء بلدية واد العنب وبلدية صريدي. سنقوم بإتمام العملية من أجل إعادة شهدائنا يعني في روضة الشهداء. وبالمناسبة مديرية الثقافة لولاية عنابة في الموعد اليوم باحتفالية مميزة تتمثل في أمسية ثقافية وأدبية متنوعة تقام بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي. مدير الثقافة أحسن كيلاني لتهاب سيدها. سطرنا برنامج حق ذكرى أول نوفمبر 54 هنا على مستوى المسرح الجهوي. هذا البرنامج يضم عرض مسرحي، يضم أنشيد وطنية، يضم رقصات كوريغرافية، يضم إلقاءات شعرية. إذن هي أمسية ثقافية وأدبية متنوعة، من خلالها أردنا أن يعني نوصل رسالة أول نوفمبر للأجيال. وهذه تظاهرة نعقدها أيضا بإشراف والي ولاية عنابة وأيضا بحضور الأسرة الثورية لولاية عنابة. أشرف اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 21 منها. جديد المحليات هو تخصيص 5 قنوات إذاعية ولأول مرة لبث تدخلات المترشحين بمعدل 315 ساعة طيلة أيام الحملة الانتخابية و1564 ساعة على مستوى المحطات الجهوية. بعنابة ضبطت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القوائم النهائية المترشحة لمحليات نوفمبر 2021 والتي تضم 66 قائمة بينها 10 قوائم مترشحة في المجلس الشعبي الولائي، منها قائمة واحدة تخص الأحرار، و56 قائمة في المجالس البلدية منها قائمتان للأحرار مترشحتان على مستوى بلديتي العلماء والحجة. في موضوع آخر، يجري حاليا التحضير لإطلاق أشغال إصلاح تلفريك عنابة في مرحلته الأولى بإشراف مؤسسة مترو الجزائر على أن يعاد تشغيله بحلول الصائفة القادمة، كما يوضح ذلك مدير تلفريك عنابة رشيد بن زعيم لشهامات. عملنا أن أعطي الدوخل فيما يخص لبريمي بولي في الغير الصندوق لانتربريز هايتي شوازي سايل لكل بولي سينا تحت عدد المواعد دقيقة حفظ المواعين أنا أعطي المواعين دو تروى موضوع مكتيموم فوالا بياسيو فنحط المعب بركة في الوفاتر دي بيس بوك بوغار عريبي وفيلان دوك ما عندنا شبه ما تور دي تيران كنا تيران غوشين فباتش بكل شوء فنحن عندنا خدمة سور دي 3 مليون هادوما أن دوالي رسام bien sûr avec des micro-pieux et tout ce qui s'en suit pour pouvoir حتى
كتاب النشرة الإخبارية من فتاة التفاصيل، تذكير بالعملية تحت شعار الأمجاد على خطى الأجداد. الجزائر تحيي الذكرى 67 لاندلاع ثورة نوفمبر. رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بالمناسبة ويؤكد أن نوفمبر يجدد عهد وفائنا للشهداء وانتمائنا لهذه الأرض المباركة. وزير المجاهدين يدعو إلى ضرورة التمسك بقيم ومبادئ الثورة التحريرية وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية. في احتفالية نوفمبر توزيع 90,000 سكن في مختلف الصياغ وإعادة دفن رفات الشهداء. التحضير لإطلاق أشغال أسلحة أعطاب تلفريك عنابة في مرحلة الأولى. مستمعي الأكارم أينما كنتم، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الانتخابات المحلية 27 نوفمبر 2021. كوجيتي واش الدين لدينا نفرنسيون لازم نشكر استطلاعات المواطنين على شكل فيهم وطروف فيهم ولكن شكل فيهم عايشين هذه نفر الطروف. وي جابيب صافا خويا لاباس السلام عليكم. ليكيب حنا هنا في سانكلو، جابنا المكتب في سانكلو داكو نكملو الفيديو تاعنا بركا باش كدرنا روطار كبير وفي الليل حكايات كبيرة سيكيلاسيون تاع الكور هاذيك يفدنا في الدنيا والله واش راح نقولكم. نكملو الفيديو تاعنا وان شاء الله تكون عجبتكم الجولة اليوم. الله غالب السهرة تاع البارح ما قدرتش نخدم في الوقت ونتلاقاو غدوة ان شاء الله. السلام عليكم.
تقول بالاتفاق تصور انه القران الكريم